بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. هنكمل مع بعض الكروماتوجرافي، ودي هتكون المحاضره الثانيه ان شاء الله. في المحاضره دي ان شاء الله هنعمل ريكابينج للكروماتوجرافي، ملخص سريع كده على اللي قلناه في المحاضره الاولى، ونعمل مع بعض الكروماتوجرام. في المحاضره اللي فاتت اتكلمنا على الكروماتوجرافي، وقلنا الكروماتوجرافي دي عبارة عن analytical method 3 في 1. 3 يعني ايه في 1؟ يعني بتعمل 3 حاجات وهي only one method. بتعمل 3 حاجات اللي هما separation اول حاجة، تاني حاجة identification، وكمان بتعمل determination. قلنا separation بيتم ازاي؟ بيتم اما sample بعملها application في الكروماتوجرافيك system، بتوزع نفسها او distribute itself between two phases. فيز هو موبايل يعني موفينج فيز، وفيز تاني ستيشنري او قاعد في مكانه ثابت. اكوردنج للبارتيشن كوفيشنت او الديستريبيوشن كونستنت بتاع كل كومبوننت جوه السامبل، ايه اللي بيحصل؟ كل واحد في بعض الكومبوننتس بتحب الستيشنري فيز هتفضل قاعده عليه فهتمشي بريت قليل، وفي بعض الكومبوننتس اللي موجوده في السامبل برضو هبص الاقيها انها حابه الموبايل فيز اكتر فهتمشي مع الموبايل فيز، فهبص الاقيها انها بتمشي اسرع. يبقى اذا السامبل كل كومبوننت هيمشي بسرعه مختلفه عن التاني، يعني كل واحد له مايجريشن ريت مختلف. وشفنا ان في الاخر كل واحد هيطلع من السيستم او من الكولم او واتيفر انا بعمل الكروماتوجرافي على ايه، مهم at the end كل واحد هيطلع at different time. دي كانت الفكره كلها. شفنا بعد كده ان الموبايل فيز ممكن يكون جاس، ممكن يكون ليكويد، وممكن يكون سوبر كريتيكال فلويد. والستيشنري فيز قلنا هو اللي هو الحاجة الثابتة، ممكن تبقى سبورتد على فلات شيت، وفي الحالة دي هسميها بلانر كروماتوجرافي، او تبقى محطوطة في كولم او في نارو تيوب وهسميها كولم كروماتوجرافي. الستيشنري فيز على فكرة ممكن يكون حاجة من اتنين، يا اما يكون سوليد او يكون ليكويد، بس الليكويد لازم يكون قاعد supported on an inert solid، وهنشوف الكلام ده بالتفصيل. طبيعه بقى الانتراكشن اللي هيحصل ما بين السامبل كومبوننتس وما بين الستيشنري فيز دي قصه تانية، واحنا قلنا التقسيمه بتاعتها المره اللي فاتت، سواء بقى انها هتبقى adsorption partition size exclusion chiral اي affinity اي حاجه من الحاجات دي. الحكايه كلها بتعتمد السامبل بيحب الستيشنري فيز، بيحبه بقى، بيحبه علشان بولاريتي، بيحبه علشان السايز بتاعه، واتيفر الحاجة هناخدها بعد كده بالتفصيل ان شاء الله. احنا هنبتدي concentrating على حاجة معينة بس اللي هي موبايل فيز، اما يكون ليكويد ويكون سواء بقى على فلات شيت اللي هي بلانر كروماتوجرافي او في نارو تيوب اللي هي الكولم، هو ده اللي هناخده مع بعض في الترم ده. وفي المحاضرات الاولانيه باذن الله هناخد ليكويد كولم كروماتوجرافي، والبلانر هنبقى ناخدها في الاخر ان شاء الله. دي شويه كروماتوجرافيك تيرمز هتقابلنا طول ما احنا مع بعض في المحاضرات، ولو اي حد فتح كتاب فيه تشابتر كروماتوجرافي هتقابله الكروماتوجرافيك تيرمز، في منها ريليتد للكروماتوجرام وفي منها ريليتد للتايب بتاعت الاناليسز، وده اللي هنشوفه بعد كده ان شاء الله. بعد ما بتخلص عملية separation الـ output of the chromatographic system هيطلع في شكل اسمه chromatogram، والchromatogram ده هو اللي بحصل منه على informations، والinformations دي هي اللي بتساعدني عشان اعمل identification او quantitation. هنبتدي نشوف مع بعض different chromatogram parameters. طب انا بحصل على الكروماتوجرام ازاي؟ بحصل اما بيكون في ديتكتور في الـ end of the chromatographic system، واحنا شفنا ان انا لو حطيتها في الـ end of the column عملت connection بديتكتور ايا بقى كان الديتكتور ده. الديتكتور ده ممكن يكون اي حاجه، ممكن يكون UV visible spectrophotometer، ممكن يكون fluorometer، ممكن يكون atomic، ممكن اي حاجه depending على طبيعه الانالايت اللي انا عايزه اقيسه. لو الانالايت بتاعي عنده مثلا سي كروموفور يبقى انا هشتغل سبكتروسكوبيك يو في فيزبل، عنده فلوريسنس يبقى هشتغل هحط في اخر الكولم ديتكتور فلوريمتر،
وهكذا. الانفورميشن كولكتد بتطلع لي in the form of حاجة اسمها كروماتوجرام، وأخدنا اتكلمنا عنها في آخر المحاضرة اللي فاتت. و this is how a typical chromatogram looks like. زي ما هو واضح على الواي اكسس في detector response، وفي على الاكس اكسس التايم. الكاركترستيك فيتشرز بتاعة الكروماتوجرام ان انا هيطلع لي peaks. البيكس عبارة عن bell shaped، على حسب عدد البيكس هيبقى عندي غالبا عدد الايه الكومبوننتس اللي فورمينج ذا ميكستشر. يعني انا هنا عندي 1 2 3 4، عندي 4، يبقى انا عندي 4 بيكس، يعني معناها ان انا عندي 4 كومبوننتس ان ذا ميكستشر على الاقل. وخلينا نحط على الاقل دي على جنب شويه، هشوف ليه هي ليه على الاقل. الحاجه الثانيه من الفيتشرز اللي بتهمني وببص عليها في الكروماتوجرام ان كل بيك appears at a characteristic time. وقلنا التايم ده اسمه retention time وبستخدمه for identification. وقلنا كمان ان كل peak لها height او لها area، وعلى حسب الintensity بتاعة الheight او بتاعة الarea هي اللي بحدد الconcentration او بعمل quantitative determination للcomponents بتاعتي. تمام كده؟ ليه بقى احنا قلنا ان انا لو طلع لي مثلا احنا هنا قلنا 4، ليه اما قلت طلع لي 4 بيكس يبقى انا عندي على الاقل 4 كومبوننتس، ممكن يكون عندي اكتر. ليه بقول الكلام ده؟ بقول الكلام ده لان ممكن يكون في كومبوننت موجود جوه الميكستشر بس انا مستخدمه ديتكتور مش المناسب له. يعني انا عندي جوه الميكستشر بتاعي اللي انا عاملاه اللي عايزه اعمل له اناليسز جواه كومبوننت ملوش اي كروموفور، وانا مستخدمه UV visible detector، يبقى اذا الكومبوننت ده موجود لكن الديتكتور ما شافوش. تمام؟ ممكن حاجه تانية، ممكن يكون الكومبوننت اللي موجود جوه الميكستشر الكونسنتريشن بتاعته صغيره جدا جدا جدا، فالديتكتور ما حسش بيه لان السنسيتيفيتي بتاعت الديتكتور ما هياش كبيره، فبالتالي مش قادر يحس بالفيري سمول كونسنتريشنز. يبقى يا اما الديتكتور ما شافوش او ما حسش بيه او ما حسش بيه. اول بارامتر هو الريتنشن تايم. الريتنشن تايم ديفينيشن بتاعه it is the time between sample injection and an analyte peak reaching a detector at the end of the column. بتتعامل ازاي؟ بتتقاس it is measured ان انا بقيس المسافه من اول point O لحد البيك ماكسيمم. البيك ماكسيمم اللي هي لحد هنا اهو لحد البوينت سي، هي دي تبقى الريتنشن تايم. وزي ما اتفقنا ان الريتنشن تايم ده بيكون كاركترستيك فور ايتش انالايت وبستخدمه فور ايدنتيفيكيشن. تمام؟ كل ما الريتنشن تايم يطول يطلع كبير، كل ما معناها ان انا الانالايت بتاعي be interact او have higher affinity to the stationary phase. Okay. طب في بيك صغيره هنا، البيك الصغيره المسافه اللي من point O up till point A اللي هي بجيبها من عند بشوف الماكسيمم فين وانزل قبل الاكس اكسس، يبقى من point O up till point A المسافه دي بسميها T sub M وهي اسمها dead time، وفي بعض التكست بوكس بيطلقوا عليها كلمة void time. و it is the time taken for unretained species to pass through the column. يعني species أو أي compound ما لوش أي affinity to the stationary phase. وهو طلع مع كأنه طالع مع الموبايل phase. زي ما اتفقنا وقلنا ان الريتنشن تايم ده بيكون specific to each analyte. تمام؟ وقلنا ان هو it is used for identification for compounds. يبقى معنى الكلام ده ان different compounds will have different retention time. يبقى for a particular compound the retention time هيتغير ولا مش هيتغير؟ نيجي نفكر نقول الريتنشن تايم احنا قلنا هو ايه اللي قعده على الكولم او ليه قعد على الستيشنري فيز؟ علشان الافينيتي بتاعته كانت الستيشنري فيز اكتر من
الافينيتي بتاعته للموبايل فيز. يبقى اذا لو انا غيرت في الستيشنري فيز الريتنشن تايم هيتغير ولا لا؟ يس طبعا هيتغير. لو انا غيرت الكومبوزيشن بتاعه الموبايل فيز هيتغير الريتنشن تايم بتاعي ولا مش هيتغير؟ اكيد هيتغير. طب لو انا الريتنشن تايم بتاعي مثلا طالع عند بعد 2 minutes نفترض، وانا بمرر الموبايل فيز بسرعه معينه زي ما قلنا الميه ماشيه بسرعه معينه flow rate of the mobile phase ماشيه مثلا 1 milliliter per minute، يعني بيزق الانالايت بتاعي بفورس معينه بقوه معينه زي ما هو ماشي بالflow rate ده، وطلع لي ساعتها الريتنشن تايم بتاعي 2. طب انا لو جيت سرعت الفلو ريت ما خليتوش 1 مليليتر بير مينيت، لا خليته مثلا ساي 5 مليليتر بير مينيت، هل الكومباوند هيطلع برضو عند بعد دقيقتين؟ لا طبعا اكيد، ما دام انا ممشيه اسرع يبقى اكيد هيطلع بسرعه اكتر. فيبقى اذا الفلو ريت برضو ممكن ياثر لي على الريتنشن تايم. ايه كمان ممكن ياثر لي؟ اللينث بتاع الكولم. لو انا بشتغل بكولم طوله 10 سنتيمتر وريتنشن تايم بتاعي طالع عند دقيقتين، طب لو انا استخدمت كولم طوله 20 سنتيمتر هو كده مضطر يقعد اكتر كانه بيمر على ستيشنري فيز اكتر، فبالتالي الريتنشن بتاعي بتاع الكومباوند هيكتر. يبقى انا لما اجي اقول ان انا عندي ريتنشن تايم بتاع الكومباوند الفلاني بيساوي 2 minutes، يبقى لازم اكون عامله محددة وعاملة specification الستيشنري فيز بتاعي نوعه ايه، الموبايل فيز نوعه ايه وماشي بسرعة قد ايه، الكولم طوله قد ايه والدايمنشنز بتاعت الكولم، وهنبقى ناخد بعد كده ان شاء الله الدايمنشنز بتاعت الكولم. ويبقى في هذه الحالة اما اجي استخدم الريتنشن تايم as a way of identification of compounds لازم اكون عاملة careful control ل these different conditions. A common term used in chromatography هو retention factor أو بيديله symbol little k. كان زمان بيقولوا عليه capacity factor أو k prime. ال k prime زي ما واضح من ال equation it's equal to دي اللي هي retention time minus t sub m أو اللي هو ال void time أو ال time for unretained species على ال void time. Retention time minus T sub n equals the adjusted retention time أو ال time اللي بيقعدوا actually في ال stationary phase. المسافة دي اللي هي زي ما احنا قلنا unretained species TM اللي هي ال unretained species اللي هو اللي لو الspecies بتاعي ما عملش اي interaction مع stationary phase هيطلع مع الموبايل فيز، والمسافة دي كلها اللي هو من ساعة ما السامبل دخل على السيستم لحد ما طلع. يبقى لو طرحت tm او t sub m شلتها من retention time هيديني الوقت اللي هو قاعده في stationary phase. يبقى اذا retention factor or capacity factor describes the strength of the interaction of the compound with the stationary phase. طبعا منطقي ان هي كل ما هتكبر كل ما معناها الانتراكشن كبر كل ما هيبقى الفاليو يبقى هو retention time كبير وبالتالي الكاباسيتي فاكتور او الريتنشن فاكتور كبير. طيب لو طلعت لي زيرو معناها ايه؟ معناها ان retention time قد ال TM، يعني معناها ان هو ما قعدش خالص ما قعدش خالص على الكولم، ما قعدش خالص يعني it's unretained. ولو طلعت زي ما اتفقنا كبيرة يبقى معناها ان هي highly retained. طيب ايه ال value ال ideal value؟ بيقولوا ان ال ideal value ان ال K prime should be greater than 2، لكن طبعا ما تبقاش كبيرة جدا لان لو كانت اكبر من كبيرة جدا يعني ان هيقعد فترة طويلة جدا على الكولم ودي حاجة غير مرغوب فيها. اللي يهمنا ان احنا نقول ان الكاباسيتي فاكتور is useful for comparing results obtained on different system، لان احنا زي ما اتفقنا ان الريتنشن فاكتور
كان بيتغير باختلاف الفلو ريت، بيتغير باختلاف الكولم لينث، بيختلف بحاجات كتيره جدا. لكن انا هنا هو لو انا غيرت الكولم لينث او غيرت الفلو ريت، زي ما ده هيتغير البيك بتاعتي الريتنشن تايم، برضو تي سب ام هتتغير. لو دي بعدت دي اكيد هتبعد معاها، لو دي قربت يبقى دي هتقرب. وانا هنا علشان بحسب الكاباسيتي فاكتور بحسبها ك ريشيو، وبالتالي دي مش هتأثر، لا دي هتتأثر ولا دي هتتأثر. طيب لو افترضنا ان انا طلعت لي الكاباسيتي فاكتور طلعت صغيرة او صغيرة خالص او طلعت كبيرة جدا، ايه اللي ممكن يحسنها لي؟ استخدم ايه؟ اعمل ايه عشان تتحسن؟ عايزة اخليها فرانج معقول، لا قاعد فترة طويلة جدا ولا يعني ان هو يدوبك جنب التي سب ام. اعمل ايه؟ اشوف ايه اللي ممكن يغير لي الريتنشن فاكتور. ايه الحاجات اللي بتغير الريتنشن فاكتور؟ اللي بيغير الريتنشن فاكتور هو الافينيتي بتاعت الانالايت تجاه الستيشنري فيز او تجاه الموبايل فيز. يبقى انا لو الكي داش بتاعتي الكاباسيتي فاكتور بتاعتي طلعت مش كويسه تو لونج او تو شورت، يبقى انا اغير في الموبايل والستيشنري فيزز لحد ما اظبط الكونديشنز. هناخد كده practicing سريع. A mixture of two components A and B are chromatographed. The unretained species give a sharp peak at 1 minute, while component A required 2.5 minutes and component B eluted in 5 minutes. المطلوب find the adjusted retention time and the capacity factor for each component. ممكن نعمل pausing للفيديو ونحاول نحلها؟ سهلة جدا. دلوقتي الحل اهو قدامي. component A الاولاني ال adjusted retention time بيساوي retention time بتاعه minus T sub M. T sub M given 1 minute، يبقى انا عندي ال adjusted retention time هتبقى 2.5 minus 1 هتبقى 1.5 minute. بعد كده هوت عندي الكاباسيتي فاكتور K prime، ادي الايكويشن بتاعتها. هعمل substitution direct substitution، هقول 1.5 over 1 هتديني 1.5. نفس الكلام بالنسبة لكمبوننت B. عايزاكم تاخدوا بالكم من حاجة، ان انا عندي ال K prime ملهاش اي يونت عشان هي ratio. نيجي للبارامتر الثالث separation factor أو selectivity factor alpha. أنا عموما بستخدم الكروماتوجرافي علشان complex mixture، يعني more than one compound. عايز أعمل لهم separation، يعني لازم يكون عندهم different in partition coefficient. different partition coefficient يعني معناها different retention time. different retention time يعني different migration rate. يعني selectivity factor describes differential mobility of two compounds. الإيكويشن قدامنا اهي، الفا بتساوي الكاباسيتي فاكتور of the second solute اللي هو طالع متأخر على الكاباسيتي فاكتور of the first solute. طيب لو الالفا طلعت واحد ده معناها ايه؟ معناها ان two capacity factors at the bottom. two capacity factors at the bottom يعني معناها two retention times at the bottom، يعني حصل overlap. يبقى by convention the value of alpha is always greater than one. كبيرة لحد امتى؟ تطلع كبيرة لحد ايه؟ ولو طلعت كبيرة جدا هل دي حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ هنشوف ده في السلايد الجاي ان شاء الله. اتفقنا وقلنا ان larger alpha value معناها better separation، لكن larger لحد فين؟ لحد امتى؟ ليها limit اكيد. انا عندي هنا اهو في 2 كروماتوجرامز، كروماتوجرام B اللي هو فوق وكروماتوجرام A اللي هو تحت. ال 2 كروماتوجرامز كل واحد فيهم فيه 2 كومبوننت، ادي كومبوننت وادي كومبوننت بالنسبه للي فوق وادي ال 2 كومبوننتس. طبعا حصل سيباريشن في الحالتين، بس الالفا فاليو في الكروماتوجرام B اكيد اعلى من الالفا فاليو بتاعت الكروماتوجرام A. المسافه دي كبيره جدا بالنسبة للمسافة دي، لكن الاثنين حصل separation. يبقى أنا أفضل كروماتوجرام A ولا كروماتوجرام B؟ طبعا
كروماتوجرام A أفضل بكتير من كروماتوجرام B، لأن أنا في كروماتوجرام B قعدت وقت من ساعة الإنجكشن بتاعة السامبل أو من ساعة الإنتروديوسينج أوف ذا سامبل، طلعت أول واحد وفضلت قاعدة مستنية، قاعدة جنبها حاطة إيدي على خدي مستنية لحد ما الكومبوننت التاني يطلع. يبقى إذن في ليميت للألفا بحيث إن تطلع لي enough separation but in the shortest possible analysis time. Okay. في رأيكم أنا الكروماتوجرام بي ده عرفنا إن هو كروماتوجرام مش كويس غير مرغوب فيه، عايزة أقرب الكومبوننت ده، أقربه شوية هنا، أقربه شوية هنا يعني إيه؟ يعني أخليه يطلع بدري. يعني إيه أخليه يطلع بدري؟ يعني معناها إن أنا أحاول إن هو يا إما يبقى الأفينيتي للموبايل فيز أعلى، صح؟ أعليها أو أقلل الأفينيتي بتاعته للستيشنري فيز. يبقى معنى الكلام ده إن أنا هعمل إيه؟ هعمل تشينجينج في الموبايل فيز كومبوزيشن أو أعمل تشينجينج في الستيشنري فيز، بس التشينجينج ده يكون ريلاتيف لمين؟ للكومبوننت ده، يعني ريلاتيف للكيميكال ستراكشر بتاعي، بحيث إن أنا أقربه شوية وأخليه في وقت معقول. نبص على التو كروماتوجرامز اللي موجودين. عندي كروماتوجرام A and كروماتوجرام B. طبعا كروماتوجرام A أحسن بكتير من كروماتوجرام B، لأن أنا في A الـ two components are well separated. هنا مش حاصل separation خالص. separation يعني لازم البيك تطلع الأبيكس فوق للماكسيمم وتنزل للبيز لاين وبعدين يطلع البيك اللي بعديها، على الرغم ان انا هلاقي ان المسافة ما بين الاتنين بيكس هنا بين التو من الأبيكس ده للأبيكس ده قد المسافة دي، يعني الاتنين عندهم the same alpha value. طب ليه A احسن من B؟ A احسن من B لان البيكس في A very narrow، البيكس هنا عريضة، بمعنى ان الويدث اللي تحت ده هنا نارو وهنا انا عندي الويدث كبير. يبقى اذا السيباريشن فاكتور او السلكتيفيتي فاكتور الفا كل اللي بتديهوني بتديني مجرد انفورميشن على البوزيشنال ريليشن شيب، يعني الماكسيمم هنا ريلاتيف للماكسيمم هنا، الماكسيمم ريلاتيف للماكسيمم، ما بتدينيش اي انفورميشن هل حاصل اوفرلاب ما بين البيكس ولا لا. في هذه الحاله حتى أنا عندي the same alpha لكن واحد كويس وواحد مش حاصل فيه separation، لأن البيكس هنا they are broad peaks. وبالتالي ندخل على حاجة تانية اللي هي اسمها resolution factor. نيجي للresolution. resolution بمعناها هو يعني الدقة أو الوضوح. أما بشتري كاميرا بقول أنا عايزاها of high resolution. في كروماتوجرافي نفس الكلام، أنا عايزاهم يبقوا are well separated، ما يبقوش متداخلين مع بعض. الكروماتوجرام اللي قدامي واضح جدا إن هما they are well separated، بعاد جدا عن بعض، لكن في quantitative way إن أنا أعبر عن resolution اللي هي بيدوها symbol R أو RS، هي عبارة عن distance between the two peaks، يعني المسافة ما بينهم، يعني difference between retention time على ال peak base width، وزي ما مكتوبة كده في الإيكويشن. طيب إيه resolution value required for complete separation؟ هنبص على الأربعة كروماتوجرام، هلاقي إن الكروماتوجرام الأخير هو اللي حاصل complete separation للتو بيكس، هلاقي إن resolution greater than 1.5. يبقى لما تكون resolution greater than 1.5 يبقى حاصل separation كويس جدا. لو بصينا على الثلاثة اللي فاضلين هلاقي إن كل ما resolution value بتزيد كل ما البيكس تبعد عن بعضها. هنا كان resolution value كانت 0.5، هنا البيكس اساسا اوفرلابت لدرجه ان مش باين غير ان في 1 بيك بس، هنا هو اتحسنت شويه وهنا اتحسنت اكتر. طيب عايزين نعرف ازاي اقدر
أعمل improvement للseparation. عشان أعمل improvement للseparation أو improvement للresolution هبص على الإيكويشن. هلاقي الإيكويشن فيها حاجتين، النيوميريتر فيه retention difference في retention values، فيبقى كل ما هزود الديفرنس ده كل ما resolution هيزيد، وكل ما هقلل الفاليو بتاعة البيك بيز ويث كل ما resolution هتزيد. يعني قدامي two strategies، يا إما أحاول إن أنا أبعد الريتنشن تايم عن بعض الفرق يكون كبير، أو إن أنا بصغر الويث. طب تعالوا نبص على 3 كروماتوجرامز الموجودين قدامنا. أول كروماتوجرام أنا عندي overlapping peaks poor resolution، هبتدي أحاول أحسنه. حسنته في الكروماتوجرام بي إن أنا حاولت إن أنا أبعدهم عن بعض، حاولت إن أنا أبعد retention time عن بعض، يبقى معناها إن أنا حسنت الكي داش بتاعتي اللي هي الكاباسيتي فاكتور، وبالتالي الألفا أو السلكتيفيتي اتحسنت، لكن لسه الريزوليوشن مش كويس. نيجي للكروماتوجرام سي. كروماتوجرام سي أنا شايفة إن السلكتيفيتي كويسة، الريزوليوشن كويس جدا، البيك طلعت للماكسيمم ونزلت للبيز لاين وبعدين طلعت للكومبوننت التاني، وده يعتبر عن طريق إن عملنا ناروينج للبيك بيز ويث. طيب هو ليه البيكس بيحصل لها برودنينج؟ أو بمعنى تاني، هو إيه اللي بيحصل جوه القاعدة؟ دلوقتي أنا عندي في السلايد في الكروماتوجرافي كولم الستارتنج أهو باين، ده الستارتنج بتاعه وده الإكزيت. أما ببتدي أي كروماتوجرافي سيباريشن أول حاجة بعملها إن أنا بحط السامبل بتاعتي، السامبل بتاعتي اللي هي أهي الجرين، بحطها in the form of bolus كده، حاجة thin band. وبعدين بعد كده السامبل بتعمل ايه؟ بتبتدي تتحرك جوه الكولم زي ما احنا متفقين. كل ما هي بتمشي جوه الكولم ايه اللي بيحصل؟ بيحصل لها برودنينج. ليه بيحصل لها برودنينج؟ كانت هنا رفيعة بدت تفرش كده، او بتحصل لها برودنينج. ليه بيحصل لها برودنينج؟ بيحصل لها برودنينج due to diffusion. تمشي اكتر يحصل لها برودنينج اكبر، وبالتالي هبص الاقيها انها فرشت كتير كتير كتير. زي بالظبط موضوع الدخان، انا ما بيبقى فيه دخان في الجو عمره ما بيفضل في مكانه، بيبتدي ينتشر وينتشر ويتوغل زي ما بيقول. يبقى دلوقتي انا المفروض ان انا اقلل الموضوع ده بقدر الامكان، اقلله بان انا بظبط الكروماتوجرافيك سيباريشن كونديشنز. فبيبقى عندي جود كروماتوجرافيك سيباريشن وباد كروماتوجرافيك سيباريشن. الجود كروماتوجرافيك سيباريشن معناها ان انا هيطلع لي البرودنينج بتاع البيكس يكون قليل جدا، يعني يطلع لي نارو بيكس. الباد كروماتوجرافيك سيباريشن هي اللي بتديني برود بيكس. احنا قلنا ان احنا عايزين جود كروماتوجرافيك سيباريشن. السيباريشن عشان يتم بيكون في ستيشنري فيز وفي موبايل فيز، فأنا أول حاجة هشوفها إزاي أقدر إن أنا أخلي الكولم بتاعي good for the separation، أو بمعنى آخر هقول حاجة اسمها column efficiency، وده parameter جديد. الكولم efficiency هي كفاءة الكولم، هي refers to the amount of band broadening that occurs when a compound passes through the column. بعبر عنها وبعمل لها measuring actually بحاجة اسمها number of theoretical plates اللي هي بيدوها سيمبل N، أو plate height وبيدوها سيمبل H، وهنشوف ازاي بتتعمل. طيب ايه هي ال N وايه هي ال H؟ دلوقتي ال plate theory بتقول ان الكولم تخيلوا كده ان هو متقسم الى number of imaginary segments called theoretical plates، يعني متقسم لسيريز من البليتس. انا عندي الكولم اهو موجود، هنتخيل سوا زي ما الثيوري بتقول انها متقسمه لبليتس، ادي 1 2 3، يعني انا هنا عندي 13 بليت. الكومباوند موفينج داون ذا كولم هيموف كانه موفينج داون، كانه ماشي على ستيبس، نازل ستيبس ورا بعضها،
هنا هينزل 13 step. One plate at a time. تمام؟ الكومباوند هيدخل هيوزع نفسه ما بين الموبايل فيز والستيشنري فيز according to its partition coefficient، وبعدين يتنقل للبليت اللي بعديها، وهكذا وهكذا لحد ما يطلع من الكولم. فأنا لو عندي الكومباوند بتاعي ما بيحبش الستيشنري فيز هيمشي بسرعة، الكومباوند اللي بيحب الستيشنري فيز هيبطل. يبقى أنا دلوقتي دي الفكرة كلها، إن بتحصل عملية السيباريشن. فكل ما هيزيد عدد الـ number of theoretical plates كل ما هيبقى الـ separation أفضل، وكل ما هيكون الـ column بتاعي يعتبر column أحسن. طيب إزاي أنا أحسب الـ n بدل الـ n imagine؟ قالوا لأ، في equation، الـ equation أهي مكتوبة قدامنا، ده اللي فوق هو retention time، والW اللي هي عارفينها احنا اللي هي peak base width. زي ما هو واضح من الإكويشن ان الـ N بتتأثر بالحاجتين دول. انا عايزة كل اللي مطلوب مني ان تبقى الـ N عندي number of theoretical plates يكون كبير. كل ما الـ number of theoretical plates هيكون كبير، كل ما الـ column هيبقى قادر ان هو to separate nearby peaks. يبقى انا المطلوب ان انا يكون عندي الـ peaks تبقى الويدث بتاعها صغير، يعني يبقى عندي sharp peaks. البارامتر الثاني اللي بيقيس الكولم efficiency هو plate height، أو height equivalent to theoretical plates، أو simple h أو HETP. الـ h بتتحسب ازاي؟ بتتحسب من الـ equation دي اللي هي بتقول L over N. الـ L هي الـ column length، والـ N هي الـ number of theoretical plates اللي موجودة جوه الـ column. احنا متفقين من السلايد اللي فاتت ان انا عشان يبقى عندي efficient column لازم تكون الـ N او الـ number of theoretical plates كبيرة. طالما ان الـ N دي لازم تبقى كبيرة، يبقى الـ h اكيد لازم تكون صغيرة. تعالوا نبص كده، انا عندي اهو two columns نفس اللينث، نفس اللينث اهو واضح. ده عنده بليتس كتيرة اكتر من البليتس دي. ده انا عندي هنا 1 2 3 4 5 6، هنا عندي اكيد اكتر من 6، 12 او 13 بليت. عشان يبقى عندي بليتس كتيرة لازم يكون ارتفاع البليت صغير، وده شيء منطقي باين من الايكويشن. يبقى انا فور efficient كروماتوجرافي لازم تكون الـ height of equivalent to theoretical plates لازم تكون صغيرة. صغيرة لدرجة إيه؟ لدرجة إنها مثلاً في الـ HPLC اللي هناخدها إن شاء الله بعد كده بتوصل لحد 0.01 مليمتر. طيب إزاي أزود الـ efficiency؟ أنا عايزة أزود الـ efficiency بتاعت الـ column، يعني أقلل الـ band broadening. يعني ايه اقلل الباند برودنج؟ يعني يبقى عندي شارب بيكس. شارب بيكس دي احصل عليها ازاي؟ ان انا بزود الان وبقلل الاتش. ازود الان واقلل الاتش ازاي؟ في ثيوري تانية غير الثيوري اللي احنا اتكلمنا عليها اسمها الري ثيوري، احنا مش هنشرحها، لكن المهم وصلوا منها ان انا علشان احصل على هاي كولم افشنسي، هاي ان لو اتش، أقلل particle size of the stationary phase، الباكينج اللي أنا عاملة بيه stationary phase، أقلل the diameter of the column، أقلل the thickness of the liquid film اللي على اللي هو stationary phase. إحنا فاكرين في الأول قلنا إن stationary phase ممكن يكون نوعين، يا إما يكون solid يا إما يكون liquid على support، فأنا هقللها. وكمان بعمل optimization للflow rate of the mobile phase. كل separation لها optimum flow rate اللي تديني good chromatographic separation، أو تديني efficient chromatographic separation. الflow rate بيعتمد على الكمباوند اللي أنا بعمله وعلى الconditions as a whole. فيبقى دلوقتي عشان يبقى عندي highly column efficiency هقلل كل حاجة أتخيلها، أقلل particle size، أقلل diameter، أقلل thickness، ونيجي بقى على الفلوريت يبقى عندي الاوبتيمم فلوريت. لو انا ظبطت الكونديشنز دي كلها
هتديني narrow peaks أو short peaks. طالما short peaks أو narrow bandwidths يبقى بالتالي عندي high and low and small هو low or small h وهيديني better separation. الفكرة كلها في الكروماتوجرافي إن أنا عايزة أعمل separation، دي البداية. والكوانتيتيف بارامتر اللي بيعبر لي عن السيباريشن هو الريزوليوشن. الايكويشن اللي قدامنا بتوريني ريليشن شيب بين الريزوليوشن والاذر بارامترز اللي احنا اخذناهم مع بعض. الايكويشن دي بيطلق عليها اسم ذا فاندمنتال ريزوليوشن ايكويشن. الايكويشن بتقول لي ان الريزوليوشن بتتاثر بالان اللي هي الافيشنسي، بالالفا اللي هي السلكتيفيتي، وبالكي برايم اللي هي الكاباسيتي فاكتور او ما اللي هو بحسبها عن طريق الريتنشن تايم. لو انا طلعت لي الار مش كويسه اقل من الرقم المفروض، احنا عارفين ان الرقم المفروض كان ان هو greater than 1.5، ولو كانت 2 بيبقى افضل كمان. لو طلعت اقل من الارقام دي ممكن ابتدي احرك نفسي واشوف ازاي how to improve efficiency او to improve selectivity أو to improve retention. الكروماتوجرام ده مجمع لي كله على بعضه، الريتنشن اللي هي المسافة دي اللي احنا عارفينها، وهي بتقيس لي قد ايه الـ degree of interaction ما بين الـ sample component بتاعتي وما بين الـ stationary phase. السلكتيفيتي اللي هي بتديني measuring لإيه، بتعبر لي عن ايه، عن الـ difference في الـ chemistries of the two components in the mixture اللي هم الـ adjacent اللي طالعين جنب بعض. والإفيشنسي بتعبر لي عن الشورتنس of the peak أو إن قد إيه البيك نارو. أخدنا في كل بارامتر من البارامترز دي إزاي إن أنا أقدر إن أنا to improve it أو إيه الفاكتورز اللي بتحسنها لي، صح كده؟ فهو الR مش كويسة قدامي كذا option إن أنا أتحرك فيها. الإيكويشن دي أنا بستخدمها فقط ان انا اعمل improving للresolution، ما بستخدمهاش ابدا ان انا اعمل calculation للresolution. الequation اللي بعمل بيها calculation للresolution اللي هي الequation اللي قلناها قبل كده. طيب دلوقتي انا الحمد لله وصلت وعملت separation والseparation كويس وقدرت ان انا اطلع البيكس بتاعتي، والبيكس طلعت ideal in shape. يعني ايه ideal chromatographic peak؟ يعني عندها symmetrical Gaussian shape. ادي البيك مكبرينها شوية عشان تبان. يعني ايه ideal peak او يعني ايه symmetrical Gaussian peak؟ يعني ان انا لو نزلت خط من الماكسيمم يقابل لي الاكس اكسس هلاقي الجنبين قد بعض. دي طبعا تبقى ideal case وتبقى سهلة وان انا اعمل الحسابات بتاعتي البارامترز اللي احنا جربناها وشفناها قبل كده. لكن actual واحد لما بيجي يشتغل بيطلع له weird shapes كده، ما بتبقاش ideal ابدا، ساعات تطلع حاجات odd. يطلع odd ازاي؟ يعني يا اما اجي اقسم البيك كده اهو الجنبين ما يطلعوش متساويين، ففي الحالة دي بسميها asymmetric peaks. الasymmetric peaks بتبقى يا اما بيطلق عليها tailing يا اما fronting. تعالوا نبص هنا على الكروماتوجرام ده اوضح. هنا اهوت مثلا لو ابتدينا بالtailing، ادي انا بادية هنا 0، ده الزيرو او بداية الانجكشن، وادي التايم بيزيد. مفروض الايديال بيك كانت تطلع زي بالدوتت 1، لكن للأسف ما طلعتش. معناها ايه؟ معناها ان الكمبوننت بتاعي او الانالايت موليكولز بتاعتي وهي طلعت كويس اهي، ماشية بيحصل لها بتطلع اليوتد من الكولم، وبعدين بدل ما تنزل كده لا فضل الستيشنري فيز مسك فيها شويه، وعشان كده هي اتاخرت في الطلوع. تمام. هنا بالنسبه للفرونتنج اللي هو النصين مش قد بعض، النص الاولاني هو اللي اكبر، يعني هي كانت البيك كانت مفروض تطلع كده، ده الايديال، لا لانها طلعت بسرعه جدا. بدل ما الموليكولز بتاعت الانالايت تطلع تفضل قاعدة فترة، لا راحت جاية طالعة فجأة. خليني أديكوا فكرة عن إيه السبب. بالنسبة للفرونتينج إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن أنا حصل ساتوريشن للستيشنري فيز بالأنالايت موليكل، يعني الأنالايت دخل قعد عمل انتر أكشن وما بقاش فيه
سبيس لبقية الموليكولز بتاعته، يعني حصل عملية overloading. يعني بالظبط كده مثلا زي ما يكون أنا جيت دخلت المدرج لقيته مليان مليان على آخره، وبعدين عايزة أقعد في مكان مليش مكان، فهروح طلع على طول، مش هحاول حتى أقف شوية، لا هروح طلع. بالظبط كده المولكيولز بتاعة الأنالايت دخلت شوية منها خلاص لحد ما عملوا فيلينج للمدرج كله، وبعدين اللي دخلوا بعد كده متأخر شوية راحوا طالعين ملقوش مكان. فين بقى أيام المدرج بقى؟ يعني كده أنا عملت إنجكشن لتو ماتش سامبل. الحالة التانية بتاعت التيلينج، التيلينج إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن أنا كان مفروض هو يطلع دلوقتي، لا هو ما طلعش في الوقت ده، هي الموليكلز قعدت فترة أطول. قعدت فترة أطول ليه؟ لأن الستيشنري فيز فضل ماسك فيها، مش عايز يسيبها. طب مش عايز يسيبها ليه؟ أكيد في ديفكت سايتس عنده. أوكي، أحل الحكاية دي إزاي؟ سواء في الفرونتينج أو في التيلينج. هنا هوت في الفرونتينج إحنا شايفين أنا عاملة أوفرلود، يعني حاطة عدد كبير، حاطة عدد طلبة أكتر من المفروض في المدرج. المدرج ما بيسعش غير 200، وأنا قايلة ل 300 طالب يدخلوا، يبقى أنا أعمل إيه؟ أكبر، أقول لأ، يا إما أكبر المدرج، ودي حاجة حل طبعًا، أو الحل التاني إن أنا أخلي عدد طلبة يدخل أقل، أقول مفيش غير ال 200 هم اللي هيدخلوا من مثلًا من 8 ل 9، يبقى عندي تو كيسز إن أنا أحل المشكلة دي، يا إما إنجكت سامبل أعمل لها دايليوشن أقلل عدد الطلبة، أو إن أنا أخلي الستيشنري فيز يبقى فيه سايتس أكبر عشان يستقبل الطلبة كلهم اللي هم ال 300. في حالة التيلينج أعالجها إزاي؟ أنا عندي ديفكتس جوه الستيشنري فيز، الستيشنري فيز فيه مشكلة، يعني بقى أصرف بقى وأجيب كولم أغلى شوية، أحاول إن أنا أجيب حاجة أحسن شوية. طب إيه مشكلة الويرد بيكس؟ او ايه مشكلة الاد بيكس؟ مشكلة الاد بيكس ان انا لو عندي two compounds طالعين جنب بعض، التو بيكس جنب بعض، بيك منهم كويسة جدا وايديال، البيك التانية مش ايديال، المنظر الغريب سواء التيلينج او الفرونتينج، هيبقى عندي مشكلة جامدة في السيباريشن، وهيبقى عندي زي ما اتفقنا طالما ان في مشكلة في السيباريشن هيبقى في مشكلة في حساب البارامترز. فقالوا طيب احنا لازم نحسب ونشوف هل هي فعلا في تيلينج او في فرونتينج او في حاجه مش مظبوطه. فقالوا بدل ما نبص بعينينا ونشوف، لا احنا هنعمل حاجه بالكالكوليشنز. وقالوا في طريقتين، يا اما حاجه اسمها السيمتري فاكتور او حاجه اسمها التيلينج فاكتور، ودي اليو اس بي هي اللي عملتها. نبص على كل واحد منهم. في الاسيمتري فاكتور بيجي عندي يقيس طول البيك الهايت كله اللي هي من الماكسيمم لحد الاكس اكسس، ويجيب 1 اوفر 10 من الهايت ده عند 10% منه ويشوف الويدث. يعني انا مثلا لو البيك عندي طلعت لي 10 سنتيمتر، يبقى اجي بالمسطره واقيس لحد 1 سنتيمتر وابتدي اعمل خط واقسم البيك بالطول عشان اقسمها نصين، ويبقى عندي النص اللي هو في البداية اللي من ناحية الليدنج ادج، من ناحية بداية البيك، هطلق عليه اسم A، والجزء الثاني هطلق عليه اسم B اللي هو distance from the point at peak midpoint للتريلينج ادج. وقالوا ان الاسيمتريك فاليو تساوي B over A. طبعا علشان يبقى عندي الجزئين دول قد بعض، A قد B، يبقى لازم تطلع لي الاسيمتري فاكتور تطلع واحد. لو طلعت اكتر من واحد يعني معناها ان البي اكتر، يعني معناها ان حاصل تاني. اليو اس بي قالت انا ماليش دعوه بقى بالكلام ده، انا هعمل حاجه تانية هسميها يو اس بي تيلينج فاكتور ودوها سمبل تي. نفس الفكره، استخدموا قسموا برضو ل A و B، قسم البيك بالنص وجاب A و B، بس بدل ما عند 1 over 10 من الهايت اوف ذا بيك عملها من 1 over 20. وبدل ما الإيكويشن تبقى بسيطة وسهلة، لا قال A plus B over 2A، وبرضو لو أنا عندي symmetric P هتطلع equals 1. في السلايد دي بيوريني إن أنا مسموح لي
ان الاسيمتري فاليو تطلع احنا اتفقنا لو طلعت واحد يبقى ايديال، لكن ممكن تطلع لحد 1.05 برضو تبقى اكسلنت بيك شين، اكسبتبل لحد 1.2. لو هي اكتر من كده مش مرغوب فيها طبعا، ان اكسبتبل انها تبقى 2 وفيري بور انها تبقى 4. الكلام ده بينطبق بكده يعني حصل تيلينج، لان الارقام بتطلع اكتر من واحد، لو طلعت اقل من واحد حاجه حصل فرونتنج. يبقى احنا يعني التارجت بتاعنا ان احنا ما نزودش عن 1.2. التارجت بتاعي وكل اللي يهمني اما اجي اعمل كروماتوجرافيك اناليسيس ان انا اعمل اوبتمايزيشن بحيث ان يوصل لي الاربع حاجات دول، كل الانالايتس يبقوا سيباريتد اللي موجودين في الميكتشر. هعرف ازاي ان هما سيباريتد؟ يعني هبص على ريزوليوشن فاكتور بين كل 2 adjacent peaks ولاقيهم اكتر من 1.5 مينيمم، يعني تبقى اكتر من 1.5. بص حاجه تانية يبقى دول هما سيباريتد. الحاجه التانية ان انا هبص على الكاباسيتي فاكتور لازم اللي هي كي برايم، وابتدي اتاكد ان هي مش طالعه سو كلوز للتي سب ام للفويد تايم اللي في الاول، ولا طالعه بعيده خالص. ماشي، يبقى انا كده اتاكدت ان هما سيباريتد. حاجة كمان ان انا اتأكد ان كل البيكس عندي طلع good peak shape بقدر الامكان. good peak shape يعني ايه؟ يعني narrow peaks. narrow peaks يعني sharp peaks. هعرفها ازاي؟ بعرفها من peak base width. كمان ان تكون في symmetric peaks وبعرفها من asymmetry factor او من tailing factor. يكون عندي flat and horizontal baseline، يعني طول ما مفيش اي component طالع يبقى طالع لي straight line at the bottom. اخر حاجة ان ده يكون في اقل وقت ممكن shortest possible analysis time، لان طبعا الحكاية دي كلها بفلوس، انا قاعدة مضيعة وقتي بحط solvents بشغل جهاز كل الحاجات دي، فيبقى فيه توفير. ولان كل ما البيكس او كل ما compounds بتقعد اكتر على الكولم احنا اتفقنا بيحصل لها diffusion، فاكرين لما قلنا زي الدخان ما بيحصل، فانا كل ما تطلع الاناليسيس بتاعتي تطلع اخلصها بسرعة كل ما ده يكون احسن. دلوقتي ده هيكون سامري على الكروماتوجرام بارامترز اللي احنا اخدناها. هنا تحت اهو في الكروماتوجرام اللي هو ريليشن شيب ما بين الديتكتور سيجنال او ديتكتور ريسبونس مع التايم على الاكس اكسس. في بعض التكست بوكس بتكتب عليه فوليوم، بس احنا خلينا نعتبرها تايم. التايم بيزيد من اللفت للرايت. القياسات اللي انا هقيسها، يعني انا مثلا لو عايزه اقيس الريتنشن تايم بتاع البيك الكبير، هنزل ببيك من البيك ماكسيمم بخط، الخط هيقابل لي الاكس اكسس، وهقيس من النقطه اللي انا واقفه عندها دي لحد الزيرو. القياسه يا اما هتكون بمسطره، وطالما انها بمسطره هتكون قياستي بالمليمترز، او هتكون بالتايم لو هو مديني التايم. لو بالتايم هتبقى بالمينتس او بالسكندز على حسب هو مديني بايه. دلوقتي البارامترز اللي احنا درسناها سوا منقسمه الى ثلاث حاجات. حاجه بتعبر لي عن migration rates of the solids، حاجه بتعبر لي على band broadening، وحاجه واحده هي اللي بتعبر لي على resolution. بالنسبه للmigration rates of the solids انا ممكن اشوفها على الكروماتوجرام the retention time، وبعبر عنها بتو parameters different parameters اللي هما capacity factor والالفا، وعارفين الاوبتيمم بتاعنا بيكون كام مكتوب هنا، وطبعا دي الالفا مش محتاجه انها تتكتب. بالنسبه للباند برودنينج انا بعرف ازاي من على الكروماتوجرام، بعرف بالويدث بتاعت البيك عند البيس طبعا. بعبر عنها بتو بارامترز اللي هي الان والاتش، واحنا عارفين ان الان لازم تبقى كبيره يعني لدرجه انها تبقى اكتر من 2000، والاتش احنا شفنا انها بتبقى صغيره. نيجي للريزوليوشن، حاجه واحده وايكويشن واحده هي اللي بحمل بيها حساباتي، اللي هي عبارة عن الديفرنس ما بين الريتنشن تايمز بتاعت التو adjacent peaks على البيك بيز ويث، ويفضل انها صح احنا قلنا انها اكتر من 1.5، لكن لما الواحد بيجي يعمل method developments او حاجة او في system suitability عموما بتبقى اكتر من 2. اللي عايزة الفت نظركم له حاجة واحدة بقى في الاخر، ان انا لو حاجة اعمل substitution مثلا هنا هعملها بيونت يبقى دي the same unit، هعمل دي بالمليمتر يبقى دي تبقى بالمليمترز، هعمل دي بالتايم يونت يبقى دي بالتايم يونت. اوكي، في حاجات من البارامترز اللي موجودة نخلي بالنا ملهاش يونت، it is unitless، لازم نركز في الموضوع ده.
ناخد بقى شوية practice questions كده اهو. أول واحد هو what is the peak at 1 minute cold اللي هو على الكروماتوجرام. تاني سؤال which analyte A, B or C spent more time in the stationary phase. وده سؤال كمان بيعمل لي بقى collective كده على الparameters كلها. اوكي، ونحاول نحله ونشوفه ان شاء الله مع بعض في المحاضرة الجاية. نتقابل على خير بإذن الله. خلي بالكم من نفسكم.